طبعا المروحه شغاله، هي واحده، وادي اللمبه نورت ماشي، وهبدا احط الهيتر على الهيتر بدا يسخن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني الاعزاء، هنتكلم اليوم عن صيانه فرن الكهرباء. الفرن زي ما احنا شايفينه قدامنا اهوت شكله كويس لحالته، لكن الفرن ساعه ما بنوصله بالتيار الكهربي اهوت وصلنا كهرباء، شغلنا الثرموستات بتاعتنا، قلبنا، شغلنا التايمر، نور الفرن. دلوقتي ايدي تحت هنا مفيش تبريد، وهنا مفيش اي تدفئه، عفوا، لا في سخونه هنا ولا في سخونه هنا، ماشي، وكله شغال. هنبدا دلوقتي ان شاء الله نفك الفرن ونكشف عليه مع بعض، عشان لو في مشكله بسيطه تقدر سيادتك تعمل لها صيانه بنفسك، ماشي. خليك معايا نفك ونشوف مع بعض. دلوقتي ادي الدايره الكهربيه للفرن، ماشي. اول حاجه بقيس الهيتر بتاعي شغال ولا مش شغال. الهيتر شغال اهو، ادي الهيتر تمام شغال ويصفر معانا اهو. بشوف الهيتر اللي تحت شغال ولا مش شغال. شغال الهيتر اللي تحت. بعمل اختبار التماس الارضي، هل الهيتر ملمس مع جسم الجهاز ولا لا، يعني لو وصلته بالكهرباء هيكهرب ولا لا. كده مفيش حاجه اهي، يبقى كده تمام. برضو على الهيتر التاني مفيش اي حاجه، تمام. يبقى دي كده الهيتر اموره تمام. طبعا دي اللمبه بتاعت الاناره، ده الموتور بتاع التوزيع، ده موتور المروحه، هنا الثرموستات، مفتاح التشغيل المؤقت الزمني، التايمر اللي بيشتغل عليه بلفه يبدا يعمل الصوت اللي احنا سامعينه ده. يبقى انا اختبرت السخانات بتاعتي، السخانات سليمه. هقيس الثرموستات بتاعتي، ماشي. ادي الثرموستات مديها معايا قراءه سليمه. هبدا على مفتاح التشغيل، هبدا اقلبه كده وهاجي. ادي طرف كهرباء من الثرموستات، مدي المفتاح تمام، ومدي كمان معايا الطرف الثاني، وادي اللي هو ايه الشمعه العاليه والشمعه اللي تحت اللي في الاسفل. هبدا اقيس الشمعات كده مع بعض، المفتاح، بس طبعا هبدا الف المفتاح عشان اشوفه بيشتغل معايا كويس ولا لا. مفيش حاجه، بدا يدي هنا معايا فوق اهوت تمام. يبقى احنا ادي الشمعه الاولى، وادي الشمعه الثانيه كده ايه معلقه تمام. بدا يدي معايا كده، اشتغلت الشمعه الثانيه، وادي الشمعتين بتوع. لو بصينا على الاطراف اللي عندي ده، ادي واحد طالع للهيتر ده اهوت تمام، وادي الطرف الثاني ده اللي هو ده ماشى معايا هنا اهوت اهو، رايح للهيتر التاني. يبقى الطرفين بتوع الهيتر ادي واحد وادي واحد، وطبعا الطرفين الراجع بتوع الهيتر واخدين طرف الكهرباء التاني مباشر عن طريق الايه؟ التايمر بتاعي اللي موجود. يعني ادي واحد اهوت الابيض اهوت متصلين مع بعض كلهم بالتوالي مع بعض الاثنين اهمت، ادي ده وادي ده بالتوازي عفوا مع الموتور بتاع الشوايه ماشي، واخدين طرف الكهرباء التاني من المفتاح معايا اهوت. واحد الابيض اهو تمام، وادي الاسمر الثاني اهو ماشيين معايا، مدي الموتور بتاع ايه المروحه اللي جا شغاله. يبقى هنا مروحه بس، هنا شغال فوق وتحت، ادي فوق وادي تحت ماشي. هنا طرف الكهرباء الثاني، يبقى دي طرف كهرباء مدي للمفتاح. طبعا هنا مفتاح الثرموستات ده الكليبس ده سايب، فدلوقتي هنغيره يعني نستبدله وهناكد على الباقي. التايمر بتاعي هشوف الاطراف بتاعته، وطبعا اللي تحت دولت اللي هي اللمبه بتاعه البيات، الاثنين اللي تحت دول اهم طرفين اهم متصلين مع بعضهم اللي مدين اللمبه، وادي مفتاحين التايمر ماشي تمام. كابل الكهرباء العمومي عباره عن بني وازرق، بدا يمشي في سكتين، سكه راحت على الثرموستات وبتكمل مع الشمعات، والسكه الثانيه داخله معايا على التايمر وبتكمل على باقي الشمعات اللي هي بتاعت التسخين ماشي. هنسيب دلوقتي وهنقيس وهنشوف الدنيا، وهشغل كهربا واشوف هل هستبدل المفتاح
ولا هستبدل الثرموستات. الثرموستات حاليا شغاله بس السلك ده بيعلق، فهشوف دلوقتي بعد ما يركب كويس ويتكبس هيعمل معانا ايه، هتشتغل ولا لا. نور كده حبيبي، هينكبس كده. اذا لقيت كده ايه ضايق معانا يبقى هنغيره ونشوف ايه اللي هيحتاج يستبدل. تمام، هنوصل الكهرباء دلوقتي ونشوف. طبعا المروحه شغاله هي واحده، وادي اللمبه نورت ماشي. وهبدا احط الايد على الهيتر، بدا يسخن واللي فوق بدا يسخن. لو قسنا الامبير ظبطنا على الامبير اهوت ماشي، ادي ده اهوت 4.7 امبير شايفينه. هسيب ده وهنزل على الهيتر الثاني برضه نفس الوضع، برضه 4.7 4.6. يبقى كده الجهاز شغال. يبقى انا كانت المشكله دلوقتي عندي الكليبس بتاعي ده كان سايب. يبقى سواء الكليبس سايب او الثرموستات فيها مشكله هتتفك وتستبدل باخرى. الموتور بتاع التوزيع ماشي، لو انا دلوقتي قفلت الدايره بتاعتي كده شغال اهوت المده لحد التايمر، بخلص المده بتاعتي. قفلت الجهاز بتاعي خلاص، المروحه هتبطل ماشي. هيبقى هنا على الايه على الاوف اهوت، بطلت كل حاجه، مفيش غير اللمبه بس هي اللي ايه اللي منوره معايا. انا قفلت المفتاح اللي هو بتاع الايه التشغيل. يبقى كده دي الدايره الكهربيه، ولو احتجتوها تترسم بالتفصيل نظري يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.